السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة. هذه المرة سأتشارك معكم وصفة للتخلص من التجاعيد، تجاعيد الوجه تحديدا، سواء التجاعيد حول الفم أو حول العينين وحتى على الجبين وبين الحاجبين. لعمل هذه الوصفة سنحتاج لمكونات سهلة. قبل التعرف عليها لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. قبل التعرف عليها لا تنسوا وضع لايك لدعمنا وتشجيعنا وشير لمشاركة الفيديو مع غيركم حتى تعم الفائدة. لنمر الآن للتعرف على المكونات. كما ترون سنحتاج لليوغورت الطبيعي، سنحتاج للتمر، لحبة تفاح واحدة، وللعسل الطبيعي. كلها مكونات رائعة جدا ستخلصنا من التجاعيد. سأقوم بتحضير الوصفة أولا ونتعرف على خصائص كل مكون. إذا أول خطوة سأقوم بها هو أخذ القليل من التفاح، لن نحتاج الكثير. اختاروا أي نوعية تناسبكم أو ما تتوفرون عليه في منازلكم، سواء تفاح أحمر أخضر أو حتى أصفر. ثم سنقوم بإزالة القشر عنه. طبعا في حال كان تفاح عضوي يمكنكم الاحتفاظ بالقشر، لما لا، لكن في حال شككتم أنه معالج قوموا بإزالة القشر عنه. وبعد ذلك سنحتاج لمبشرة لبشر التفاح، سنقوم في بشره على الناعم. كما تعرفون التفاح يعد من المكونات الفعالة والمضادة لعلامات الشيخوخة التي تجعل البشرة شاحبة ومجهدة، وهو يحمي البشرة من التعرض للجفاف ويحافظ على رطوبتها، كما أنه يحتوي على أجسام دفاعية تحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، كما ويساهم في معالجة التصبغات وحروق الشمس. أيضا محتواه من الفيتامين سي يساعد على تصنيع وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على حاجز البشرة، وهذا الحاجز يقاوم جفاف الجلد، كما أنه يؤثر في بشرة الجلد، الأمر الذي يقوم بسد كل الشقوق إن نقص الفيتامين سي في البشرة. كما ذكرت قوموا ببشر التفاح جيدا حتى نحصل على ما يشبه الحب. ثم سنحتاج للتمر، سأقوم هو الآخر ببشره. التمر يجدد خلايا البشرة نظرا لاحتوائه على فيتامين B5 الذي يحمي البشرة، كما أن التمر يخلص من ظهور علامات التقدم في السن والتجاعيد، وذلك لاحتوائه هو الآخر على فيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين. أضف إلى ذلك أنه يحافظ على بريق البشرة ورطوبتها ونعومتها. سنقوم ببشره جيدا هو الآخر بهذا الشكل، حبة كبيرة تفي بالغرض. ثم سنضع في الوصفة اليوغورت. كما تعرفون هو الآخر رائع، يحارب الجذور الحرة إذ يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة تؤخر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على البشرة. سنضع منه مقدار ملعقة كبيرة من اليوغورت الطبيعي أو الزبادي أو الروب، بدون نكهة أو سكر، يكون طبيعي. وسأضع أيضا في الوصفة مقدار ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، كما تعرفون هو رائع جدا. وضعت ملعقة بحيث العسل رائع للبشرة، فهو يرطبها وينعمها، كما أنه ينظفها بعمق ويحميها من التلف الذي تسببه أشعة الشمس والملوثات، كما أنه رائع جدا لمعالجة الجروح وأثارها، كما وينظم مستوى حموضة البشرة
أضف إلى ذلك أنه يمنح البشرة مظهر أكثر شباب. إذا هذه هي المكونات الأربع، بقي الآن أن نقوم بخلط كل المكونات للحصول على قناع متجانس. إذا نخلط الكل جيدا بهذا الشكل. طبعا يجب أن نكون سريعين حتى لا يسود التفاح. إذا نخلط جيدا هكذا، يفضل أن نضع يعني نوعية تمر تكون رطبة نوعا ما وليست جافة وصلبة حتى تساعدنا في الحصول على قوام أنعم. إذا هذا هو القناع الذي حصلنا عليه. إذا بعد الحصول على هذا القناع تضعونه على بشرة نظيفة تماما وخالية من أي كريمات أو مواد تجميلية، تقومون بتوزيعه على كامل البشرة يعني بشرة الوجه. يمكنكم أيضا وضعه على الرقبة لأن الرقبة هي الأخرى تصاب بالتجاعيد والطياد. تتركونه لمدة 15 دقيقة على البشرة طبعا وأنتم مرتاحون دون كلام أو حتى ضحك حتى نستفيد أكثر من خصائص هذا القناع، وبعد ذلك تقومون بإزالته يعني بتنظيف بشرتكم كما المعتاد. يمكنكم عمل هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، وطبعا خلال الأسبوع الأول ستحصلون على نتيجة رائعة جدا، ستلاحظون الفرق على بشرتكم بأنفسكم. وكما تعرفون مشكل التجاعيد هو من المشاكل يعني التي يعاني منها سواء الرجال أو حتى النساء يعني الجنسين، لكن هناك أنواع من التجاعيد لا ترتبط بالتقدم في السن مثل التجاعيد الديناميكية كما تعرفون يعني أو التعبيرية التي تظهر على الجبين عند العبوس أو إظهار الدهشة أو الشعور بألم، أو تجاعيد أقدام الغراب كما تسمى التي تنتشر حول الزوايا الخارجية للعينين عند الابتسام، وترتبط هذه التجاعيد بتغير تعابير الوجه، ومن ثم فإن العضلات ترفع البشرة بطريقة تتسبب في حدود هذه الطيات الصغيرة. أما الخطوط الثابتة المتبقية على الوجه بعد سنوات من إظهار تعبيرات الوجه وضغط عضلات الوجه على البشرة، وتحدث أيضا بسبب تعرض الجلد للتلف من الشمس أو التدخين أو سوء التغذية العامة، وتظهر بوضوح عندما يكون الوجه في حالة راحة. ويوضح الخبراء أن الطيات التي تتكون منها التجاعيد مع التقدم في العمر تحدث نتيجة تناقص قدرة البشرة على يعني التمدد بمرونة، ويمكن أن تبدأ في الترهل عند خط الفك الذي يعمل على تعميق التجاعيد بين الأنف والخدين، كما أنه يؤثر على الخط الفاصل بين الخد والدقن أسفل الفم، وربما يتحول جلد العنق إلى ما يسمى أحيانا بعنق الديك الرومي أو طيات وثنايا دائرية عرضية عند النساء. إذ من الطبيعي أن تظهر التجاعيد بكثرة مع تقدم العمر حيث تنقسم خلايا الجلد ببطء أكبر، ويصاحبها يعني تخفف الطبقة الداخلية من الجلد مع نقصان واضح في البروتينات الموجودة في الجلد كما ويقل الكولاجين الذي يحافظ على قوة البنية الخارجية للبشرة، ويضطرب إفراز الإلاستين الذي يحافظ على مرونة البشرة وعدم ترهلها، كما يؤدي التعرض الكثير لأشعة الشمس للإضرار بالكولاجين، وبالتالي يقوم الجسم بإنتاج الكثير من الإلاستين بشكل غير طبيعي، وتكرار هذه الحالة يجعل الجلد أكثر سمكا وأقل مرونة ويصبح أكثر قابلية لظهور التجاعيد يعني تجاعيد عميقة وبقع متنوعة. وطبعا بالإضافة للوصفة عليكم باتباع بعض الخطوات حتى تحصلوا على بشرة بلا تجاعيد أو تخفف من حدة التجاعيد، لأن بعض العادات الخاطئة تسرع من ظهور التجاعيد على البشرة ولا تجعلها تتجدد، وبالتالي نفقد بريق البشرة وشبابها. ومن هذه الخطوات هي المحافظة على تنظيف وغسل البشرة وترطيبها، المحافظة أيضا على وضع واقي شمسي، ترطيب البشرة قبل النوم، تجنب القلق والتوتر قدر الإمكان، الحصول على ساعات نوم كافية لأن خلال النوم تتجدد البشرة
تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان وشرب الكثير من الماء، وأيضا التوقف عن التدخين وشرب الكحول يجعلنا نحافظ على بشرة رائعة وصحية. بالإضافة إلى ذلك حاولوا قدر الإمكان الابتعاد عن المقليات لأنها السبب الرئيسي في تدمير الكولاجين الذي يجعل البشرة أكثر شباب وأكثر حيوية. إذا كانت هذه الوصفة لليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم، وإلى اللقاء في وصفة قادمة ومجربة.